تعالى معايا. يا تي والله العظيم يا باشا انا بحبك حب محدش حبه لحد في الدنيا دي ابدا. عايز ايه؟ احنا الحمد لله شنطنا جاهزه ومستعدين للسفر، فكنا عاوزين ننزل نودع سوريا، اصل احنا حبيناها قوي يا باشا ساعه زمان. هتروحوا فين؟ السوق. السوق يا كبير. طيب ما تشتروش حاجه، كفايه الشنط اللي معانا. نشتري ايه؟ احنا بس هنتفرج يا باشا. طب ما تقعدوش تفعصوا في البضاعة عشان الناس بتتضايق هنا. احنا مش بنفعص، احنا بنفعص يا ابني. لا هم متفعصين خير عشان خاطر وافق يا كبير والنبي. طيب قبل الساعة 3 تكونوا موجودين هنا، الطيارة الساعة 6 إن شاء الله. ربنا يخليك لينا يا كبير. الواد بربر عليا باي. يلا اتفضلي. ما جت عليهم بتمشية. واحنا مش هتمشى برضو ولا احنا ملناش نفس حلو انت. قايمك نظامك تاخد على فين؟ لا بقول لك يا عبد الجليل، الحاجات دي لما تتنبر فيها بتبوظ، كل واحد يشوف طريقه احسن. ماشي يا عم، في ايه؟ الله. طب هتاخد على كام؟ 2000 دولار. ايه؟ 2000 دولار؟ ايه؟ 2000 دولار؟ ايه؟ 2000 دولار يا هيبة؟ 2000 دولار يا هيبة ليه؟ انا ما ينفعش الكلام ده، عليا الطلاق بالتلاتة، ده انا لو اخدها بيع واشتري ما ادفعش فيها 2000 دولار. الله، في ايه؟ اللي انت واخدها على كام؟ 20 دولار. 20 دولار؟ اه. بقول لك يا عبد الجليل حل عني، الله يكرمك، انا مش ناقصك، حل عني يا اخويا. خلاص يا اخويا، في ايه مالك كده؟ ما تتعصبش عليا. الله، انا عارف ان انت راجل مستريح وابن ناس ومستريح مزيا. مزيا؟ بس يعني نعم انا عيل كفحتاجي، ويعني والدنيا كلت مني وشربت كده وادعكت فيها، عشان كده لما ربنا يديني ما افتريش لمؤاخذه. طلب بص قبل طلبك يا معلم. ام 20 دولار تيجي قبل ام 2000. قول يا معلم، قول واتعلم. صباح الفل يا قمر، ازيك؟ عامله ايه؟ ده انا بعد النجوم طول الليل مستنيني. هنروح فين يا عسل؟ مع التاكسي بتاعي. في ركوبة يا ابراهيم، في ركوبة. الركوبة دي سهلة من أولها، سهلة من أولها. اتفضل يا باشا، اتفضل. تشاو تشاو يا أخي. مع السلامة يا بيه، مع السلامة يا معلم. العب يا معلم، قول واتعلم، العب يا بيه. اتجاه دلوقتي ده ام 20 وصلت من ساعة. نعم. لا مفيش. فين التاكسي؟ مفيش. مفيش؟ يا ابن المحظوظ يا عبد الجليل. تاكس! يلا يا المزرعة يا أستا. ايه المزرعة دي؟ اوعى تكون بعيدة. لا لا، قريبة. قريبة؟ اطلع المزرعة يا أستا. من الأجنة دي؟ هادي صاحبة الشقة. امال مالها مكتومة كده ليه؟ ما تهوي المطرح كده عشان النفس يبقى رايح جاي. اوكي تعالي. في حتة زبون عندي شوية نظر. اوكي. ايه السبست ما تفهميني؟ بنعطيها شوية مصاري لتسيبنا ناخد راحتنا بالغرفة. مصاري ايه؟ احنا ما اتفقناش على كده. والله ما هو ليا، هون النظام هيك. لا هيك ولا كيك ولا نطاط الحيط. أبقولك ايه، الفرقة دي تخلص على كام؟ 200 دولار. نعم يا روح امك، 200 دولار ايه؟ اذا كان انت كلك على بعضك بليلتك كده 20 دولار. ده ايه اللي جارة؟ ولا هو الزرار اغلى من الجاكيت لا مؤاخذه. بقولك ايه، بلاها ام الليله دي، وادي ال 20 دولار بتاعتك ايه يا معلمه، عشان ما تقوليش ان عبد الجليل بيرجع في كلمته. سلام عبد الجليل.
بنخلص ب 150. هما 100 دولار وتيت تيت خالص الشريط يا معلمه، وتروحي وتجيلي والندى عالي عشان هبل عليا مع الطياره. مساء الخير يا حاجه. يا مشى الجمال ده، ده صاحبتك دي باين عليها صاحبة مزاج قوي. بقولك ايه، عايزين نخلص قدامي تلت ساعة، 2000 دولار اهو. انت بتعدي في ايه ده وقته؟ يلا يلا احبتي يلا. على الاقل الساعة 3 نبقى موجودين كلنا في اللوبي تحت. ده استهتار، ده لما يدي امر لازم يتنفذ. وده فين؟ راحوا فين الساعة 3:30؟ روق روق يا استاذ ناجي روق. الحمد لله نحن امرنا بالسليم بالمطار، بس المهم نحن نكون قبل 5 بالمطار لحتى نحط الشنط على السيرة. يعني فينا نطلع بالاربعة 4:15، معنا وقت. انا عارف ابو القاسم، بس ده استهتار، لازم يكون في التزام، وانا مش هعدي اللي حصل ده بسهوله. روق معاك. انا ابن كلبي، ابن 60 كلب يا باشا، بس ابوس ايدك ما تقلب عليا وانا جاهز. كنت فين؟ انا كنت مش مهم انا كنت فين، المهم نلحق المطار والطياره، وبعد كده بقديني ب 30 جزمه. وابراهيم الواد فين يا عبد الجليل؟ ده يكون جرى له حاجه. والله العظيم ما اعرف يا باشا، انا سبته في الشارع وقلد ورايح مشوار. وبعدين يا استاذ ناجي، انتوا هيك ما راح تسافروا لانه الطياره ما راح تستناكم، واذا ما سافرتوا بهي الطياره الله اعلم ايمتى ممكن رتب لكم سفره ثانيه. انت بتعرف مساله المطار وما مطار لها تربيطات كثيره، وانت بتعرفها. انا ما اقدرش اسيب الواد ابراهيم من غير ما اطمن هو فين. انا مسؤول عنهم كلهم، وزي ما جينا مع بعض لازم نرجع مع بعض. لا لا يا باشا، احنا لازم نمشي دلوقتي، لازم نرجع مصر حالا. انا خلاص كلمت امي وهي مستنياني. ابوس ايدك نمشي يا باشا. انا كمان عايز ارجع مصر، انا عايز اطمن على ابويا. وبعدين ابراهيم اتاخر، احنا ذنبنا ايه؟ فعلا يا باشا احنا ما لناش ذنب. انا عاوز امشي يا باشا، نمشي وابراهيم يبقى حصلنا. انا خايف للواد يكون جرى له حاجه. ما هو عشان كده يا ناجي باشا، انا برضه من سعادتك يعني ان احنا نقعد شويه، حتى لو هتفوت الطياره ما حدش هياخد اكتر من نصيبه يا باشا. الاجري يا بني ادم، الجري الوحوش رزقك لن تحوش. وانت عبد الجليل عايز تمشي ولا عايز تقعد تستنى ابراهيم؟ انا من ايدك دي لايدك دي يا باشا، انا مش فارقه معايا خالص. مفيش طياره تانيه يا ابو القاسم؟ للاسف يا استاذ ناجي مفيش. بعدين الترتيبات اللي عملت لك اياها لحتى تكون اليوم بالقاهره بدها وقت لحتى تصير. بدي باتي. خلاص يبقى خلينا، احنا لا يمكن نمشي واحنا ناقصنا واحد. اوكي يا استاذ، معناها اعطيني يومين ثلاثة لحتى ارتب كل شيء مرة ثانية وانا بحكي معك. يا حياتي طيارة. مين هالزلمة؟ وشو عم بيسوي هون؟ وحياة الله ما بعرفه، لازم ماشى صديقتي. ماشى يا قجرة؟ ايه يا ابن
المجنونه هتعمل ايه؟ اهدى بس، انا هفهمك على كل حاجه. انا اللي جاب لي هنا واحده اسمها باشا، انا ما اعرفش هي اللي جابتني. باشا يا عم اهدى، ده واحد بابا الله يكرمك. ما تهدى، انا هراضيك. انت عايز فلوس انا هراضيك، اهدى. انا معايا فلوس كتير، انا معايا فلوس كتيره جدا. يا بنت اللذينه انا اتقلبت. انت بتتلكك عشان تضرب، اضرب. ضرب بس. الحمد لله والشكر لله. أنا آسف، أنا آسف. كنت فين؟ حصلت مشكلة كده.